اخبار اليوم. اهلا مرحبا. النهارده يا فندم شايف مشاركتك ازاي في المنتدى، وشايف المنتدى ازاي من وجهه نظرك حضرتك راجل مستثمر مصري غير مستثمر مصري هناك في السعوديه، وشايف الاستثمارات هناك عامله ايه، وشايف المنتدى بالنسبه لحضرتك ازاي؟ انا شايف ان احنا يعني على الاتجاه الصحيح، والتوأمة بين الاقتصاد المصري والاقتصاد السعودي ممثل في رجال الأعمال دي كله بيصب في مصلحة البلدين، لا نقول في مصلحة مصر فقط ولكن مصلحة البلدين. هناك أكثر من 1300 مستثمر مصري في السعودية، في أكثر من 3500 شركة سعودية في مصر. بلا شك أنه تذليل العقبات للمستثمر المصري في السعودية وتذليل العقبات للمستثمر السعودي في مصر كله بيصب في مصلحة الاقتصاد البلدين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وأنا شايف في البروتوكولات اللي تم توقيعها منذ فترة بين وزير الصناعة المصري ووزير الصناعة السعودي وكذلك وزير الزراعة في كلا البلدين كله بيصب في مصلحة الاقتصاد المصري والاقتصاد السعودي المشترك. الاستثمار دلوقتي في مصر بقى متاح، انت كمستثمر مصري هناك في السعودية انت تقدر تنزل تاني وتشتغل ولا شايف الفرصة؟ انا شايف ان شاء الله بإذن الله الفرص واعدة، وان شاء الله بإذن الله طالما تم تذليل العقبات للمستثمرين المصريين والسعوديين ان شاء الله بإذن الله. طبعا سواء بالنسبة لدي، بس احنا قبل كده طرحنا عدد من الفرص على وزير الاستثمار، عدد يعني من الملاحظات تم يعني تلاشي العديد منها، وإن شاء الله كله بصب سواء في بالنسبة لتذليل تخفيض سعر الفائدة في البنوك، حرية تنقل رؤوس الأموال بين البلدين، هذا كله بصب في مصلحة الاقتصاد المصري والسعودي. شايف حضرتك في استثمارات إن شاء الله حضرتك هيبقى في استثمارات لحضرتك هنا في مصر؟ ان شاء الله باذن الله فيه لنا استثمارات ان شاء الله في مصر كبيره باذن الله في خلال الايام اللي جايه. مطروح هناك مصنع الاسمنت في سوهاج باذن الله، وراس ماله في حدود 3 مليار جنيه مصري. لا مصري سعودي ان شاء الله مشترك باذن الله، وبنشتغل على هذا الاساس يعني.